ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الفائتة بخبر زفاف النجمة الكويتية روان بن حسين على النجم المغربي سعد المجرد. وأفادت بعض المواقع الإخبارية أن الزفاف تم في دبي، حيث انتشر خبر عن لقاء جمع الثنائي. فما هي القصة؟ التفاصيل بدأت عندما نشر سعد المجرد صورة كرتونية لأميرة عبر حسابه الخاص على إنستغرام، شبهها المتابعون بعارضة الأزياء والفاشينيستا الكويتية روان بن حسين. وأضاف سعد المجرد في خلفية الصورة التي شاركها مع متابعيه على إنستغرام أنغام أغنية للقيصر قاظم الساهر هل عندك شك؟ وراجت مؤخراً أخبار حول وجود علاقة سرية تجمع المعلم بروان بن حسين، غير أن مجلة غالية نقلت عن مصدر موثوق قوله إن هذه الشائعات لا تمت للواقع بصلة، وأن علاقة الثنائي لا تتعدى الصداقة. من جهة أخرى، زار النجم سعد المجرد دولة الإمارات منذ مدة قصيرة والتقى العديد من أصدقائه هناك، من بينهم الفاشينيستا روان بن حسين، لكنهما لم ينشرا أي صورة تخص هذا اللقاء. كما أثار النجم المغربي سعد المجرد الأسبوع الفائت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر رسالة للممثلة المصرية زينة تغزل فيها بجمالها. ونشر المجرد تهنئة خاصة بعيد ميلاد زينة الذي وافق يوم الأربعاء الفائت عبر ستوري على حسابه الخاص على إنستغرام، وشارك صورتها مع متابعيه وعلق عليها قائلاً سنة سعيدة أيتها الجميلة، على أنغام أغنيته المصرية عد الكلام. بدورها زينة قامت بإعادة نشر الصورة عبر حسابها الخاص على إنستغرام وكتبت تعليقاً جاء فيه صديقي العزيز للأبد، شكراً لك، مع أفضل أغنية للأبد. وفي ظل الجدل القائم بين هوية حبيبة المجرد الجديدة، انتشرت أخبار في الساعات الفائتة عن زفافه من روان بن حسين، فهل يعلن الثنائي الأمر قريباً؟